طرف الشيست ديفورميتيز والسباين ديفورميتيز اللي نشوفها في الشيست ديزيزز بيشنت. طبعا هنتكلم عن الشيست ديفورميتيز في الاول. اول شيء عندنا اللي هو البيكتاس اكسكافيتم. بيكتاس اكسكافيتم بيحصل ديبريشن للور ثيرد اوف ذا ستينر. Depression of the lower third of the sternum. هذا بيكتس اكسكافيتم ومنقول عليه فنل تشيست لانه بيصير الشيست شبه ايش؟ القمع. ونشوف الديفورميتي هذه من السايد اوف ذا بيشنت من اللاترال فيو. هذه اسمها بيكتس اكسكافيتم او فنل تشيست. الثانية اسمها بيكتس كارينيتم. طبعا البيكتس اكسكافيتم اللي في الاول هذه اتكلمنا عنها بتحصل كونجينيتال. بيكتس كارينيتم اللي هي بايجون شيست صدر الحمامه بيحصل انتيرير بروتروجن اوف ذا ستيرنم. انتيرير بروتروجن اوف ذا ستيرنم بنلاقي شيست شبه شيست الحمامه بيزيد فيه الدايمتر اوف ذا شيست بس في الاساس بيبان من وين؟ من عند الستيرنم. فورورد protrusion of the sternum صدر الحمامة. هذا عادة بنشوفه في الأطفال اللي عندهم ريكتس أو الأطفال اللي بيكون عندهم برونكيال أزمة من هم صغار. بعدين عندنا اللي هو البارل شيست. البارل شيست الشيست عموما كل دايمتر اوف ذا شيست بتزيد. طبعا بنشوفها برضو من وين؟ بنشوفها من ال anterior view وبنشوفها برضو من اللاترال فيو لانه الشيست سايد تو سايد ديامتر بيزيد في الحجم والانتيرير بوستيرير انتروبوستيرير ديامتر بيزيد. بارل شيست بارل يعني برميل بيصير الشيست زي البرميل. وهذا طبعا البارل شيست بيصير مع عيانين مرضى الانفيزيما بنشوفه وبنشوفه مع الهايبر انفليشن في اللنج. هذا بالنسبة لمين؟ اللي اتكلمنا عليه بالنسبة للبارل شيست. في اللي هو الفلات شيست. الفلات شيست طبعا بنشوفه برضو من اللاترال فيو. بنشوفه من اللاترال فيو بيحصل ديكريز للانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا شيست. للانترو دايمتر انتروبوستيرير دايمتر اوف ذا شيست. طبعا هذا بيصير عادة مع المرضى اللي عندهم فيبروزس. Interpulmonary fibrosis بنشوف عندهم الفانل اللي هو الفلات شيست. طبعا عندنا ايضا كمان الديفورميتيز اللي بنشوفها في السباين. عاده بيكون في السباين ديفورميتيز اللي هي كيفوزيس توراسيك كيفوزيس وبرضه ممكن عندنا يكون سكوليوزيس. الكيفوزيس طبعا بنشوفه من اللاترال فيو تمام وبنشوف برضه ممكن نشوف راوند شولدر بس في الشيست بنشوف الكيفوزيس ثوراسيك كيفوزيس وممكن نشوف ايضا السكوليوزيس. السكوليوزيس بنشوفه من البوستيرير فيو اوف ذا بيشنت. السكوليوزيس اما بيكون على شكل سي شيب سكوليوزيس سي شيب او اس شيب سكوليوزيس. هذه الديفورميتيز اللي ممكن نشوفها في الكومن ديفورميتيز اللي بنشوفها في المرضى الشيست سواء كان في السباين او في الشيست نفسه تمام.